يا استاذ ناجح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك منين؟ في كفر الشيخ. انا حضرتك دكتور ناجح فوزي. دكتور ناجح مدير مديريه الزراعه بكفر الشيخ، برحب بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. المزارعين عشان احنا بنتواصل معاهم على طول. ازاي حضرتك؟ يا اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. محافظه كفر الشيخ من المحافظات الزراعيه الهامه، وايضا عندكم المحصول الارز بيحتل مكانه متميزه. عايز اعرف المساحه قد ايه في هذا الموسم، وتوفير الاسمده وضبط عمليه عدم زراعه الارز المخالف. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضرتك بخير والمزارعين كلهم بخير. الحقيقه ان محافظه كفر الشيخ من المحافظات الاولى من الناحيه الزراعيه، وبتحتل المركز الاول في زراعه الارز. احنا السنه دي الحمد لله بنستهدف زراعه 260 الف فدان طبعا للقرار الوزاري للري. الحمد لله السنه دي احنا حاطين احكام شديد جدا على مخالفات زراعه الرز. الحمد لله الناس ملتزمين جدا في محافظه كفر الشيخ بالمساحات المحدده والمقرره من مساحه الارز. بالنسبه للاسمده، الحمد لله محافظه كفر الشيخ من المحافظات الجيده الى حد بعيد في الاسمده. الحمد لله يمكن صرف ما يقرب من 75% من المقررات السماديه في الموسم الصيفي السنه دي. الحمد لله الارصده الى حد بعيد جيده. برضو عمليات الشحن مستمره، وعمليات توزيع الاسمده على الجنيات بشكل جيد ان شاء الله. طيب الارز المفروض بيصرف كم شكاره؟ هو احنا بنصرف دلوقتي تبع اللجنه التنسيقيه شكارتين للفده. دي لبدايه الزراعه صح؟ اه بالظبط كده. انما الحصه كامله كام المفروض؟ هي الحصه دلوقتي هي شكارتين. طول الموسم؟ طول الموسم. هو المقرر السمادي من 2 لـ3 شكات. حلو جدا، عشان يبقى الساده المزارعين عارفين وما نخترقش اي ازمات في الجمعيه. اللي زرع ارز ليه شكارتين اسمده على الفدان، يوريا ولا نطرات؟ كل التوزيعات اللي موجوده في قلب الجمعيه، والحصص بتاعتهم موجوده، والتعليمات بتاعت التعاون موجوده في قلب الجمعيه بشكل كامل. ممتاز. ايه التركيبه المحصوليه اللي موجوده عند حضرتك غير الارز؟ احنا بنحتل المرتبه الاولى في زراعه محصول الارز زي ما انا قلت لحضرتك، 260 الف فدان. الحمد لله السنه دي محافظه كفر الشيخ كالعاده برضه بتحتل المرتبه الاولى في زراعه محصول القطن ومساحه محصول القطن. قدرنا السنه دي نزود مساحه القطن حوالي 25 الف فدان، وصلت المساحه عندنا في محافظه كفر الشيخ 85 الف فدان. ده للقطن؟ محصول للقطن. بالنسبه لمحصول القطن. برضه بالنسبه للمحصول بنجر السكر، محصول بنجر السكر يعتبر برضه محافظه كفر الشيخ من المحافظه الاولى في زراعه بنجر السكر. كنا زارعين السنه دي 152 الف فدان بالنسبه لمحصول بنجر السكر. الحمد لله كنا متابعين موسم التوريد بشكل جيد جدا. المشاكل السنه دي بالنسبه لتوريد محصول بنجر السكر في محافظه كفر الشيخ تعتبر من اقل المواسم اللي فيها مشاكل الحمد لله. تمام. لو انا جيت اتكلم على تحديث الري النهارده، بقى مطلوب مننا ان احنا نوعي المزارع، يبقى في ارشاد باهميه تحديث الري. في ندوات ارشاديه بتتم عند حضرتك؟ الحمد لله احنا عاملين، يمكن انا في كفر الشيخ بقالي حوالي سنه وشهرين. الحمد لله عاملين من اول ما انا جيت بالتعاون مع الزملاء في اداره الارشاد وفي اقسام الارشاد، وانا بوجههم لهم كل شكر وكل تحيه، برنامج محدد بيستهدف 4 ندوات في كل شهر بالاضافه الى الندوات اللي بتيجي من الاداره المركزيه للارشاد. بنعمل عاملين برنامج كل اسبوع، ومقسمين كل مركز لمجموعه من القطاعات، بحيث ان كل قطاع بيبقى فيه كل اسبوع ندوه داخليه بالاضافه الى الندوات اللي بتجي لنا من الاداره المركزيه للارشاد. الندوات ديت بتبقى على حسب طبيعه المكان نفسه، التركيب المحصولي والحاجات اللي موجوده فيه، بحيث ان هي تتناول كافه العمليات الزراعيه بالاضافه الى مقاومه الامراض والافات. طيب. الحمد لله برضو عندنا لجان كل يوم احنا بننزلها في مجموعه من المراكز. اللجان دي فائدتها هي حل مشاكل المزارعين بالاضافه الى المرور على الافات ومواجهه الافات ومقاومتها بالنسبه للزراعات بشكل كامل. ممتاز. يا دكتور انا دلوقتي حضرتك قلت لي في 85 الف فدان؟ عندنا 85 الف فدان الحمد لله، وصلت المساحه ل 85 الف فدان للقطن. طيب دول محتاجين برامج مكافحه، وانا كان معايا من قليل الدكتور هشام مسعد، الشكاوي دي كان جاي من محافظه الغربيه، ان المبيد اللي موجود في الجمعيه هو مركب واحد، مفيش اكتر من نوع. متابعه البرامج المكافحه اللي موجوده داخل الجمعيات ودور التعاون في ذلك، ده بيتم ازاي؟ الحمد لله احنا عندنا مجموعه من المبيدات المتنوعه، وبنتدخل في الموسم وفقا لخطه المكافحه
بطرق معينه بما يتناسب مع عمر المحصول ومع الوقت اللي احنا موجودين فيه. الخطه دي بتبقى موجوده مسبقا، الحمد لله المبيدات الوزاره وفرتها بشكل كامل عندنا في كفر الشيخ موجوده، ومبيدات متنوعه. تمام. الكارت الذكي اخباره ايه؟ الحمد لله احنا يمكن من 1/4 دخلنا من ضمن اطلاقات الكارت الذكي. عندنا في كفر الشيخ 195,000 كارت، الحمد لله يعتبر احنا اول محافظه في المجموعه الاخيره اللي تم اطلاق الكروت فيها في توزيع الكروت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم، وانا عارف ان في مجهود بيتم محافظه كفر الشيخ من المحافظات الزراعيه الجميله. بشكرك الدكتور ناجح فوزي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه كفر الشيخ، شكرا جزيلا.